مرحبا، معكم زياد حلس من شركة The Pearl Gates، واليوم موضوعنا رح يكون عن الأغلاط الشائعة اللي بيرتكبها الملاك لما يقرروا أنهم يعرضوا عقاراتهم للبيع. رح نحكي عنها، رح نحكي عن كل التفاصيل اللي كيف ممكن نتفادى فيها هاي الأغلاط. أول وأهم غلطة اللي بيوقع فيها الملاك واللي هي المبالغة في السعر عند إعلان العقار، وهذا ينتج بسبب التعلق الشخصي اللي بيصير من الملاك على عقاراتهم. وبسبب هذا الموضوع العقار بيقعد أكثر أيام في السوق، مما بيخلي المشتري إنه يفكر إنه الشقة فيها عيب لا سمح الله، أو إنه هي غير مرغوب فيها من المشتريين، وبذلك بيصير النقاش أحد وأحد وأكثر من الناس اللي بدهم يحطوا أوفرات على هاي الشقة، واللي بيخلي إنه سعرها حتى ممكن ينزل لأقل من سعر السوق اللي موجود حاليا. الغلطة الثانية واللي هي بوجهة نظري مهمة جدا، واللي هي النظافة والصيانة. معظم الملاك لما يعرضوا عقاراتهم في السوق بتكون محتاجة لتنظيف أو لصيانة، وهاي الشغلة بتأثر كتير في الفيرست إمبريشن تبع المشتري لما يدخل على العقار ويشوف إنه محتاج تنظيف أو محتاج صيانة. هاي الشغلة بتقلل من النظرة الإعجاب الأول أو الإحساس بالراحة للعقار ذات نفسه، وهاي الشغلة رح تخلي دائما المشتري يكون متردد إنه يحط أوفر أو إنه يجرب دائما في أوفر قليل، لأنه رح يصير يفكر ويحسب حسابات الصيانة والتنظيف اللي هو رح يتكفل فيها من بعد ما يشتري العقار. فعشان هيك احنا دائما بننصح الملاك انه دائما اعرض عقارك باحسن حال، خليه دائما نظيف، خلص صيانته، لانه ما راح تكلفك الا القليل وراح تساعدك انك انت تجيب السعر اللي انت بدك اياه. الغلطة الثالثة وهي تقييم واختيار الوسيط العقاري. الوسيط العقاري اختياره جدا مهم لما يكون في المكان الصح، لانه هو اللي بيساعدك بتقييم العقار، بالخطة اللي ممكن انت تعملها، والستبس اللي انت ممكن تاخدها لتبيع عقارك بنجاح وتوصل للسعر اللي انت بدك اياه. وكمان الشغلة الثانية اللي هي كتير مهمة اللي هو عدد الوسطاء اللي انت ممكن تتعامل معهم عشان تبيع عقارك. دائما احنا بننصح انك انت ما تتعامل اكثر من وسيطين لثلاث وسطاء عقاريين، عشان تخلي دائما في قيمة للعقار تبعك وتخلي في فاليو للعقار تبعك، من ناحية انه ما يكون منتشر في كل مكان، لانه دائما المشتري بحب انه يشوف اشي يكون فريد من نوعه، يكون مميز، يكون مش موجود عند كل مكان. هذا الشغل بتعطي شعور حلو للمشتري انه هو ماخد شيء مثلا مميز ومش موجود دائما. فدائما احنا بننصح انك انت ما تفرط في الاعلان، بالعكس اتعامل مع وسطاء يكونوا هم عارفين الاستراتيجية او الهدف اللي هم بدهم يوصلوا له، ويعرفوا يعلنوا بطريقة مرتبة ما تكون مفرطة زيادة عن اللزوم، عشان يخلي للعقار دائما يكون فيه فاليو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وطبعا بتمنى لكم انه انتم دائما تتجنبوا هاي الاخطاء لما تقرروا تبيعوا عقاراتكم. ولا تنسوا في اي وقت احتجتوا خدمه لبيع العقارات بتقدروا تتواصلوا معنا على الارقام الموجوده، واحنا حنكون سعيدين جدا في خدمتكم. ويعطيكم الف عافيه.